أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج متر الصحافة لهذا اليوم، نعرض بها أهم العناوين والأحداث التي جاءت في الأحداث العالمية والعربية. أبدأها مع الملف العالمي والعالم العربي. جاء على البي بي سي العربية: عباس، الأمريكيون كذابون وسنسقط صفقة القرن. قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أن السلطة ستحارب ما بات يعرف في صفقة القرن التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي وكالة الأناضول: ماكرون يؤكد على أهمية استقرار تركيا الاقتصادي بالنسبة لفرنسا. وجاء في الأناضول أيضا: سياسات ترامب تهدد الاقتصاد العالمي بأزمة مالية. وعلى الرأي اليوم: ليبرمان يهدد بأحد الخيارين، تحريض أهل غزة لخلق ربيع عربي لإسقاط حكومة حماس أو احتلال القطاع والتضحية بعدد من الجنود الإسرائيليين. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بإسقاط نظام حركة حماس في غزة من خلال خلق ربيع عربي فيها، في إشارة إلى تحريض أهل غزة ضد الحركة الفلسطينية. وقال ليبرمان في تصريحات لصحيفة معرفة الإسرائيلية: لإسقاط حكم حماس في غزة هناك خياران، أولهما احتلال غزة وتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق ربيع عربي فيها. وفي وكالة رويترز: الأونروا تقول ستفتح مدارسها للاجئين الفلسطينيين في الموعد. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا أنها ستفتح مدارسها في الشرق الأوسط التي يتلقى فيها 500,000 تلميذ من اللاجئين الفلسطينيين تعليمهم في موعدها هذا الشهر، رغم العجز الناجم عن خفض التمويل الأمريكي للوكالة. وفي قناة الميادين: المطران حنة، المؤامرات الهادفة إلى تمرير صفقة القرن ستفشل. المطران عطلة حنة رئيس أساقفة سيباستيا للروم الأرثوذكس يؤكد أن كافة المؤامرات الهادفة إلى تمرير صفقة القرن ستفشل، كما وغيرها من الصفقات والمشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأخيرا في القدس العربي: أردوغان وماكرون يشيران إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إن إقرار إسرائيل لقانون القومية العنصري مقدمة لترحيل دروز فلسطين والجولان إلى السويداء، حيث اتخذت إسرائيل قراراً بتحويل دولتها إلى كيان على أساس طائفي لليهود فحسب، وبالتالي لم يعد هناك مكاناً للعرب الفلسطينيين والدروز في إسرائيل. عن هذا الموضوع نشر مقالاً بقلم أوري أفنيري عن قانون القومية الذي يمزق إسرائيل، لنعرضه سوياً. قانون القومية يمزق إسرائيل، بقلم أوري أفنيري، ترجم ونشر في صحيفة الأيام الفلسطينية. قبل سنوات كنت قد أجريت حواراً ودياً مع أريل شارون، قلت له: أنا أولاً وقبل كل شيء إسرائيلي، وبعد ذلك أنا يهودي. ورد شارون بحماس: أنا أولاً وقبل كل شيء يهودي، وبعد ذلك فقط أنا إسرائيلي. ربما يبدو هذا أشبه بحوار مجرد، لكن هذه مسألة تقع في واقع الأمر في القلب من كل مشكلاتنا الأساسية، وهي تقع في قلب الأزمة إلى تمزق إسرائيل الآن. السبب المباشر لهذه الأزمة هو القانون الذي تبنته بتسرع شديد مؤخراً الأغلبية اليمينية في الكنيسة بعنوان القانون الأساسي. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا قانون دستوري. عندما تأسست إسرائيل خلال حرب العام 1948 لم تعمد إلى تبني أي دستور. كانت هناك مشكلة في المجتمع الديني المتشدد الذي جعل من التوصل إلى صيغة متفق عليها مستحيلاً. وبدلاً من ذلك قرأ بن غوريون إعلان الاستقلال الذي أعلن أننا نؤسس الدولة اليهودية، بالتحديد دولة إسرائيل. ولم يصبح ذلك الآن قانوناً، وقد تبنت المحكمة العليا مبادئه من دون أسس قانونية، لكن الوثيقة الجديدة تشكل قانوناً ملزماً. وإذن ما الجديد في القانون الجديد الذي يبدو للوهلة الأولى نسخة من إعلان الاستقلال؟ ينطوي القانون على حذف شيئين مهمين. فقد تحدث الإعلان عن دولة يهودية وديمقراطية، ووعد بالمساواة الكاملة بين كل مواطنيها من دون اعتبار للدين أو للعرق أو للجنس، لكن كل هذا اختفى. لا ديمقراطية، لا مساواة، وهناك دولة من اليهود لليهود وباليهود. وكان أول من رفع صوته بالاحتجاج هم الدروز، والدروز مجتمع أقلية صغير مترابط ومغلق، وهم يرسلون أبنائهم للخدمة في الجيش والشرطة الإسرائيليين، ويعتبرون أنفسهم أخوة بالدم، وفجأة تسرق منهم كل حقوقهم القانونية وأي شعور بالانتماء. هل هم عرب أم لا؟ مسلمون أم لا؟ يعتمد ذلك على من هو الذي يتحدث وأين ولأي غرض. وهم يهددون الآن بالتظاهر وبمغادرة الجيش وبالتمرد بشكل عام،
ويحاول بنيامين نتنياهو رشوتهم لكنهم مجتمع فخور. مع ذلك ليس الدروز هما النقطة الرئيسية، إن القانون الجديد يتجاهل تماماً نحو 1,800,000 من العرب الذين هم مواطنون إسرائيليون بمن فيهم البدو المسيحيون، حتى أن أحداً لا يفكر مطلقاً في مئات الآلاف من المسيحيين الأوروبيين الذين هاجروا مع أزواجهم وزوجاتهم اليهود والأقارب الآخرين بشكل رئيس من روسيا. واللغة العربية مع كل روعتها، والتي كانت حتى الآن واحدة من لغتين رسميتين في البلد، تم اختزالها الآن إلى مجرد مكانة خاصة مهما يكن ما يعنيه ذلك. يدافع نتنياهو عن هذا القانون مثل أسد ضد النقد المتصاعد من الداخل، وقد أعلن على الملأ أن كل المنتقدين اليهود للقانون هم يساريون أو خونة مترادفان الذين نسوا ما يعنيه أن تكون يهوديا. هذه هي الفكرة حقا. قبل سنوات طلبنا صديقتي وأنا من المحكمة العليا تغيير بند الجنسية في بطاقات هوياتنا من يهودي إلى إسرائيلي، ورفضت المحكمة وقالت أنها ليست هناك أمة إسرائيلية، ويعترف المسجل الرسمي بنحو 100 أمة، وإنما ليس بأمة إسرائيلية. هذا الوضع المثير للاستغراب بدأ مع ولادة الصهيونية في أواخر القرن 19. كانت الصهيونية حركة يهودية مصممة لحل المسألة اليهودية، وكان المستوطنون في فلسطين يهوداً، وكان المشروع كله مرتبطاً بشكل وثيق بالتراث اليهودي. ولكن بمجرد أن كبر المستوطنون من الجيل الثاني، فإنهم شعروا بعدم الارتياح مع كونهم يهوداً فقط، مثل اليهود في بروكلين أو كراكوف، وشعروا بأنهم شيء جديد مختلف وخاص. كانت الأكثر تطرفاً بينهم هي مجموعة جديدة من الشعراء والفنانين الشباب الذين شكلوا في العام 1941 منظمة أطلق عليها اسم الكنعانيون، الذين أعلنوا أننا أمة جديدة، أمة عبرية، وفي خضم حماسهم ذهبوا إلى التطرف، فأعلنوا أنه ليس لنا علاقة باليهود في الخارج، وأنها ليست هناك أمة عربية أيضاً، كان العرب عبرانيين فقط واعتنقوا الإسلام. ثم جاءت الأخبار عن الهولوكوست ونسي الكنعانيون، وأصبح الجميع يهودا نادمين مفرطين في اليهودية. ولكن ليس حقا من دون قرار واع استخدمت اللغة الشعبية لأبناء جيلي تمييزا واضحا، الشتات اليهودي والزراعة العبرية والتاريخ اليهودي والكتائب العربية والدين اليهودي واللغة العبرية. إذن لماذا يتحدث إعلان الاستقلال عن دولة يهودية؟ الجواب بسيط، كان يلمح إلى إعلان الأمم المتحدة الذي أعلن تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وكان المؤسسون يذكرون ببساطة بأننا نقوم الآن بإقامة هذه الدولة اليهودية. كتب فلاديمير جابوتينسكي الوالد الأسطوري لحزب الليكود نشيدا يعلن العبري هو ابن أمير. هذه هي الحقيقة عملية طبيعية، إن الأمة هي وحدة أقليمية وهي مشروطة بوجود مشهد طبيعي ومناخ وتاريخ وجيران. إذن هل توجد أمة إسرائيلية؟ بالطبع توجد. هل هناك أمة يهودية؟ بالطبع ليست هناك مثل هذه الأمة. اليهود هم أعضاء جماعة عرقية دينية موزعة من كل أرجاء العالم وتنتمي إلى العديد من الأمم، مع شعور قوي بالحميمية مع إسرائيل. ونحن في هذا البلد ننتمي إلى الأمة الإسرائيلية التي يشكل أعضاؤها العبرانيون جزءاً من الشعب اليهودي. من المهم أن نعترف بهذا، لأنه يحدد نظرتنا حرفياً. هل يجب أن نطلع إلى المراكز اليهودية البعيدة مثل نيويورك ولندن وباريس وبرلين، أم أننا يجب أن ننظر نحو جيراننا دمشق وبيروت والقاهرة؟ هل نحن جزء من منطقة يسكنها العرب؟ هل ندرك أن صنع السلام مع هؤلاء العرب وخصوصاً الفلسطينيين هو المهمة الرئيسية لهذا الجيل؟ إننا لسنا مستأجرين مؤقتين في هذا البلد، ومستعدون في أي لحظة للذهاب والانضمام لإخوتنا وإخواتنا اليهود حول العالم. إننا ننتمي إلى هذا البلد وسوف نعيش هنا لأجيال عديدة قادمة، ولذلك يجب علينا أن نصبح جيرانا سلميين في هذه المنطقة التي سميتها قبل 75 عاما المنطقة السامية. يظهر لنا قانون الدولة القومية اليهودية الجديد بطبيعته شبه الفاشية بوضوح، كما هي الحاجة ماسة إلى مناقشة هذا. يجب أن نقرر من نحن وماذا نريد ولا أين ننتمي، وبخلاف ذلك سوف نكون محكومين بحالة أبدية من عدم الثبات والوجود المؤقت. إذن مشاهدينا، كان هذا مقالا نشر بالأمس لأوري أفنيري، وعن وضعية الدروز ومواجهتهم لقانون القومية. أستضيف معي عبر الخط الهاتفي المحامي والناشط الحقوقي يامن زيدان من قرية بيتجان. أهلا بك يامن. أهلا بك ميسون. يامن، لا تنادوني إسرائيلي، أنا درزي فلسطيني. كان هذا تصريحك أو صرختك التي نشرت في سخام كوميت هذا الأسبوع خلال مقابلة عن الهوية الجماعية وقانون القومية العنصري. ماذا نعني في الهوية الجماعية أمام قانون القومية العنصري؟
ما سمعتش السؤال بالآخر. ماذا نعني من خلال ماذا نعني بالهوية الجماعية أمام قانون القومية العنصري؟ يعني عندما نتحدث عن الهوية السياسية والانتماء الوطني، فيعني يجب أن لا نخلط ما بين الانتماء المذهبي والانتماء الوطني. درزيتي هو انتمائي المذهبي، وهذا شيء خاص بي. ونحن يعني نعارض أن تكون صبغة دينية للدولة التي نعيش فيها أو للدولة التي نريد أن نعيش فيها. فكيف لي أن أحارب صبغة دينية بصبغة دينية أخرى أو بالتمسك بهوية وانتماء ديني فقط؟ الانتماء الديني هو انتماء شخصي، الانتماء الوطني هو الجامع، وهذا الذي يجب أن نجتمع عليه. وقانون القومية لم يسن ضد الدروز أو ضد المسلمين أو ضد المسيحيين، هو سنة ضد كل من هو ليس يهودي في هذا البلد، ومن أجل إعطاء الصبغة الدينية الموجودة أساسا ولكن لكي يقننها. فبالتالي الهوية الجامعة لجميع العرب في البلاد هي الهوية القومية العربية والوطنية الفلسطينية. نعم، يشير أوري أفنيري إلى الأزمة التي تواجهها إسرائيل نفسها من خلال قانون القومية. وهل القانون القومية فعلا يمزق إسرائيل؟ هناك تقديرات يسارية أيضا إلى اتجاه الحكومة اليمنية، هل يوجد يسار إسرائيلي أم أن هناك وهم اليسار؟ يعني بداية يجب أن نقول أنا شخصيا لا أؤمن بأن هنالك يسار يهودي بالمفهوم اليسار العلمي والمطروح دوليا. هنالك يمين في إسرائيل، وداخل اليمين هنالك يسار وهنالك يمين. يعني لا يختلف الذين يدعون أنهم يسار، لا يختلفون من حيث المبدأ مع اليمين، فالجوهر والبوصلة لديهم هي واحدة، يختلف الشكل فقط. أنا برأيي هذا القانون يعني لم يحدث الكثير، لم يأتي بجديد، وإنما يحاول أن يقنن ما هو مطبق أساسا. من الخطأ أن نعتبر بأن يعني كما ادعى أفنيري، وأنا يعني أحترم هذا الرأي، يعني على يعني أقله أن يخرج صوت شبه منطقي أو شبه منطقي من اليهود في البلاد. أنا أختلف معه على أن المشاكل يعني حصلت على يد اليمين الإسرائيلي اليوم أو الحكومة اليمينية، فمن بدأ في تهويد الجليل وتهويد البلاد هم من يعتبر نفسهم اليسار، من بدأ في المستوطنات والاستيطان في الأراضي المحتلة 67 هو اليسار، من ضاعف عدد المستوطنين في فترة أوسلو هم اليسار. فبالتالي يعني لا يختلف اليمين واليسار من حيث المبدأ، يختلفوا بالطريقة، منطلقاتهم لمعارضة قانون القومية تختلف عن منطلقاتنا كأقلية قومية في البلاد، أقلية عددية اليوم. نحن المنطلقات التي يعني ننطلق منها هي أننا نريد دولة مدنية لكل مواطنيها، لا توجد صبغة دينية غير مبنية على تراتبية إثنية كما مبنية إسرائيل. هم منطلقاتهم أن يحافظوا على الأفضلية اليهودية، على الأكثرية اليهودية. حتى عندما يتحدثون بمنطق الدولتين هم لا يتحدثون من منطق سلام، وإنما من منطق الحفاظ على الأكثرية والأفضلية اليهودية في 48. نعم، نلاحظ يامن أنه لا يوجد تجاهل من الإعلام الإسرائيلي ولا المقالات والتوثيقات الإسرائيلية في موضوع احتجاج الطائفة الدرزية ضد قانون القومية والمطالبة في إسقاطه، لكن مع اللهجة المباشرة أنتم يقولون لكم أنكم ترسلون أبنائكم للخدمة العسكرية، على ماذا تعترضون؟ هل تعتقد أن بنيامين نتنياهو سينجح مجددا في رشوة الدروز؟ يعني اولا عندما نتحدث عن دروز، يعني انا ضد استعمال مصطلح الدروز. مصطلح الدروز هو نحن يعني ناخذ موقف لاشخاص او تيار واحد في الدروز ونعطيه صبغه طائفيه كامله. اولا يعني اريد ان انوه بان الدروز ليسوا فكر واحد وليسوا خط واحد وليسوا تيار واحد زي اي مجتمع ثاني، زي اي شريحه من مجتمعنا. هنالك تيارات فكريه، هنالك المعسكر الاسرائيلي، وهنالك المعسكر الصهيوني الاسرائيلي، وهنالك المعسكر العربي، وهنالك المعسكر العربي الفلسطيني، هنالك تيارات فكريه مختلفه عند الدروز. الاحتجاج بطبيعته يعني نحن نؤيده ونبارك اي احتجاج،
ولكن المهم هو ما الرسالة من هذا الاحتجاج. أنا أقول وأعي ما أقول بأن الذين ذهبوا للاحتجاج في تل أبيب بغالبيتهم ذهبوا لأن الأمر يهمهم، ولكن القائمين على الاحتجاج من منتدى الضباط الدروز أرادوا احتواء الغضب في الشارع الدرزي وتوجيه الخطاب، لذلك سمعنا ما سمعناه من خطاب إنه مثلا أعيدوا لنا إسرائيليتنا وإنشاد النشيد القومي اليهودي. يعني كيف تحتج ضد قانون القومية اليهودية وتنشد نشيد اليهودي القومي اليهودي؟ كيف تقول أنك ضد قانون القومية اليهودية ولكن لست ضد يهودية الدولة؟ يعني هنالك تناقض بالطرح عند القائمين على هذا الاحتجاج، ولكن لا يوجد تناقض عند المشتركين. هنالك العديد من المشتركين الذين لم يرضوا على ما حصل هناك، فبالتالي لا يمكن أن نقول أن احتجاج الدروز. هذا المصطلح اختلقه الإعلام الإسرائيلي كما اختلق عدة أمور أخرى. من اشترك من الدروز في هذا الاحتجاج يعني وصلوا إلى حوالي 6,000 مشترك من أصل 130,000. هل 6,000 يعني يمثلون كل الطائفة؟ لا يمثلون كل الطائفة، ولكن أنا أقول يعني مجددا أن المشتركين نفسهم هم من الأشخاص الذين يهمهم الأمر واشتركوا، ولكن الإعلام الإسرائيلي أراد للخطاب الذي فرض على الناس في هذه المظاهرة أن يكون وكأنه خطاب الدروز، وهذا غير صحيح. نعم، يا من أنت كمحامي وحقوقي، هل فعلا كل الاحتجاجات والمطالبة في إسقاط القانون سوف تؤثر وسوف يتغير القانون أو سيسقط؟ هل يوجد بهذا الشيء أن هناك قانون يسقط؟ يعني دائما الاحتجاجات الشعبية قد تؤدي إلى تغيير قوانين وإلى تعديلات دستورية وإلى تأثير على أصحاب القرار، لا شك أن هنالك احتمال بأن يسقط، ولكن ما البديل؟ يعني اليوم اليسار الصهيوني أو ما يسمى المعسكر الصهيوني ماذا يطالب؟ يطالب باقتباس أو بتبني وثيقة الاستقلال كقانون أساس، ووثيقة الاستقلال لا يعني أيضا تقول على يهودية الدولة وإعطاء الصبغة الدينية للدولة، ولكن الشيء المضاف هو المساواة. أنا برأيي أستاذ ميسون بكل ما يخص بالجانب القانوني أو الحقوقي، دعينا نقول دولة إسرائيل والقائمين على القرار في دولة إسرائيل والإسرائيليين، أنا أتحدث عندما أقول إسرائيليين أقصد اليهود، يعني لم يعوا بأن الديمقراطية اليوم قد تطورت من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية القيمة، وعندما نتحدث عن القيمة نحن نتحدث عن الحريات، وعندما نتحدث عن نظام قيمة ديمقراطية أو الديمقراطية كقيمة نحن نتحدث على ديمقراطية مرتكزة على العدل. ولكي نصل إلى هذا العدل يجب أن يكون مساواة، فبالتالي عندما لا يكون مساواة لا يكون عدل، وعندما لا يكون عدل تكون الديمقراطية شكلية وهي منقوصة وليست ديمقراطية كقيمة في باقي الدول الديمقراطية في العالم. فهذه القيمة يعني هم يتجاهلونها، هم يردون الصبغة الدينية على الدولة وإلى جانبها المساواة، وهذا يناقض هذا. هذا يناقض هذا، لأنك عندما تعطي الصبغة الدينية لهذه الدولة أنت تلغي من هو ليس يهودي، حتى لو قلت بأن هنالك مساواة. المساواة أو حقوق الأقليات في أي دولة ديمقراطية ترتكز إلى العدالة وتحترم نفسها، هنالك يعني حماية الأقليات تكون من خلال الدستور الذي يحميها. وفي إسرائيل لا يوجد دستور، فلذلك يعني الحكومات الإسرائيلية يعني ليل نهار تسن قوانين عنصرية، وهذا القانون ليس القانون الأول العنصري، حتى قانون كرامة الإنسان واحترامه يعني لم يشفع للعرب ولم يحميهم من ظلم المؤسسة، وكانت المحكمة العليا دائما تحاول أن تبحث عن ذرائع لقبول قرارات الحكومة المشفقة والعنصرية. اليوم هذه المحاكم ليست بحاجة للاجتهاد
لكي تصادق على قرارات عنصرية، فلديها المرجع القانوني وهو قانون الأساس لقومية الدولة. نعم. المحامي والناشطة الحقوقية من زيدان، شكرا لك، كنت معنا ضيفا في عبر الخط الهاتفي في متر الصحافة. هل فعلا سينجح ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي في تحقيق تهديده في نشوب ربيع عربي في غزة؟ ويضع خطة من خيارين، أولها احتلال غزة وتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق الربيع بهذا العنوان. أنتقل إلى الملف الفلسطيني والإسرائيلي وإلى العناوين. نشر على وكالة وفا: البرلمان العربي يطالب الدولة التي تنوي نقل سفارتها للقدس بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. أرسل رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي رسائل مكتوبة إلى رؤساء برلمانات ثلاث دول أعلنت نيتها نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال إلى القدس. وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن أسفه الشديد لنية حكومات هذه الدول نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، وأكدا أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغائها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعلى وكالة معا: ليبرمان يهدد بربيع عربي في غزة. هدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بإسقاط نظام حركة حماس في غزة من خلال خلق ربيع عربي فيها، في إشارة إلى تحريض أهل غزة ضد الحركة. وقال ليبرمان في تصريحات لصحيفة معرب الإسرائيلية لإسقاط حكم حماس في غزة: هناك خياران، أولهما احتلال غزة وتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق ربيع عربي فيها. وأشار إلى أن إسرائيل مهتمة بالتواصل مع المواطنين الفلسطينيين في غزة وليس مع حركة حماس، وادعى أن هناك انخفاضاً حاداً في دعم حماس في أوساط سكان القطاع. وفي صحيفة الأيام الفلسطينية: مخطط إسرائيل لتحويل معسكر بالأغوار المستوطنة. كشف الناشط الحقوقي عارف دراغمي استناداً لمؤسسات حقوقية إسرائيلية عن نوايا ومخططات إسرائيلية لتسكين 30 عائلة استيطانية في معسكر شوير أو ما يسمى بروشها بكعة، المقام على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، وأضاف إن هذا المشروع هو الخطوة الأولى لتحويل المعسكر إلى مستوطنة جديدة في المنطقة. وفي موقع عرب 48: تسوية غزة تهدئة من 6 بنود. ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن التفاهمات حول التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس تشمل 6 بنود أساسية، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي شريطة الحفاظ على تهدئة كاملة. والبنود 6 هي: وقف إطلاق نار شامل، فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، مساعدات طبية وإنسانية، تبادل أسرى ومفقودين، ترميم بنية تحتية واسع النطاق في القطاع بتمويل أجنبي، ومحادثات حول ميناء ومطار. وجاء أيضا على موقع عرب 48: القدس مخطط سياحي يشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. وفي صحيفة هآرتس: بسبب العلاقة الأسرية مع حماس، طفل في 3 من عمره يخرج من غزة لإجراء جراحة وعلاج كيماوي بدون أمه. قامت إسرائيل بمنع الأم من قطاع غزة من مرافقة ابنها البالغ من العمر 3 سنوات الذي يعاني من مرض السرطان للعلاج في مستشفى في نابلس. وقالت مصادر أمنية لصحيفة هآرتس أن السبب هو أن الأم لها صلة عائلية من الدرجة الأولى لرجل من حماس، وبالتالي لم يسمح لها بمغادرة قطاع غزة، لذا حاولت الأم العثور على نساء غير مرتبطات بهن ومن يتطوع لمرافقته حتى عبر مشاركات الفيسبوك. وفي موقع واينت: في الطريق إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، وقف إطلاق النار لمدة عام. في ظل تقرير رئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يظهر بنود اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء طريق بحري بين غزة وقبرص تحت إشراف أمني إسرائيلي. وأخيرا في صحيفة معاريف: بسبب مخالفات في التلوث تم فرض غرامة بقيمة 2 مليون شيكل على كيماويات حيفا. فرضت وزارة حماية البيئة عقوبة كبيرة على الشركة بسبب الانتهاكات الجسيمة لترخيص انبعاث المحطة الشمالية لها، والتي تم اكتشافها من خلال عمليات تفتيش مفاجئة. إذا مشاهدينا، كانت هذه العناوين والأحداث في الملف الإسرائيلي والفلسطيني. لهنا نأتي لختام حلقة اليوم من متر الصحافة، لقاءنا يتجدد غدا في نفس الموعد، انتظرونا. شكرا لكم.